حنا الاساتذه مفروض عليهم تعاقد، واليوم حنايا مقاطعين للمباراه ديال التعليم اللي جات بواحد الشروط مجحفه، من بينها مثلا السن وعده شروط اخرى. واليوم جسدنا واحد الوقفه امام الاكاديميه، وحنا هنا باش كنقولوا بان مخطط التعاقد راه ما جاش مس غير الاستاذ بوحده، بل مس عده فئات اخرى من بين ولاد الشعب، المعطلين، الطلبه، التلاميذ. اليوم هناك اضراب وطني حسب البلاغ المجلس الوطني، اضراب وطني في جميع على مستوى جميع المديريات. اليوم نحن نجسد للتاريخ وقفه تضامنيا وتنديدا وكذلك الاستمراريه في النضال حتى اسقاط هذا الحفل. الان اليوم كاين المباراه ديال التعليم، اليوم التنسيقيه الجهه ولايه مفرطه التعاقد كازا سطات تجسد وقفه، وبالموازاه كذلك هناك وقفه برشيد بالتنسيق مع مديريه برشيد وكذلك سطات. الان نقول بانه الدوله هي مستمره في هذا الحيف ضد هاد الالاف معطلين. نعلم بان المغاربه كلهم فتيشد الباك ديالو تيمشي للجامعه، الهدف ديالو انه من بعد الجامعه يدخل قطاع التعليم. علاش؟ لان في قطاع التعليم تخرج مباراه تخرج الالاف، ماشي كي باقي القطاعات تخرج بوست مثلا جوج ديال لي بوست ولا ثلاثه تتبارزوا عليه مثلا الالاف. هنايا تتقصي هذاك المعطل، تيفقد الامال في الدوله، تيفقد الامال في المستقبل. حتى الاخ ديالو اللي جاي تيقرا في الباك حتى هو تيفقد الامال، وتقول بان الجامعه ما هي الا مصدره للبطاله وخاصني نمشي للتكوين المهني. الدوله تحاول تجعل التلميذ انه يمشي للتكوين المهني باش يمشي يخدم يقرا التكوين المهني، ويمشي يخدم في بوسكوره ولا البرنوصي ولا عين السبع، يخدم 3000 درهم عند الباترونه، والباترونه الاتحاد المغربي مقاومه المغرب مساهم في هذا الشيء، واغلب الوزراء على مستوى هذه الحكومه كلهم رجال اعمال تنتموا للسي جي ام، الاتحاد المغربي مقاومه المغرب، يعني كل شيء مخطط ليه. هذه نقطة. النقطة الثانية تيحاولوا يستهدفوا النضال التنسيقي الوطني، لأن في ظل الحجر الصحي الوحيد كإطار مناضل مستقل مكافح اللي كان تيخرج الشارع هو التنسيقية الوطنية، وكان دائما تتصدى البيع المدرسة العمومية، وكلنا تنعرفوا بأنه بيعة المدرسة العمومية ديال الحي الحسني مستثمرين خليجيين، وكادت أن تباع مدرسة كذلك في الصويرة لولا التنسيقية لحد الآن اللي مبلوكين المسائل تما. نقول بأن احنا مستمرون ولن نتراجع. واهي من يعتقد بأنه سيحاول ضرب نضال التنسيقية الوطنية، التنسيقية الوطنية قوية باش تجديد المكاتب دائما وتغيير الوجوه ونفس جديد على مستوى المجلس الوطني وعلى مستوى المديريات، ودائما تنغيروا الاستراتيجية ديالنا في النضال، ودائما تستافدوا من التجربة ديالنا. وأهم قوة، نقطة قوة بالنسبة للتنسيقية هي الاستقلالية ديالها. نقول بأنه النقابات أعطت موقف واضح، الحياد ما هو إلا موقف إيجابي مع الوزارة ومع المخطط ديالها. نقول بأن المركزيات كما تنقولوا راه بان الموقف ديالها على المنخرطين ديالها أنهم يحاسبوها، وراه جاي نظام أساسي غيسحف على الجميع، لا مفروض عليهم التعاقد، لا نظاميين وخاصة النظاميين. أما حنا راه مخطط راه زاحف علينا من زمان، ولحد الآن تنحاولوا باش نسقطوا.